خطوة على منتصف الطريق تعود لبشة. بشة يمر الكرة أمامية لصهيب الثعلب. صهيب الثعلب داخل منطقة الجزاء خطيرة خطيرة. الهدف الأول سادومبا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 25. سادومبا يضع الكرة في الشبكة جات سهلة من صهيب الثعلب ومرر مباشرة في المرمى سجل الهدف الأول. إذن 25 دقيقة مر سادومبا يصل لشباك النيل لقطة تمريرة داخل منطقة الجزاء. صهيب الثعلب كان ممكن يستأثر بهذه الكرة ويسجل ولكن فضل لي يعني انه يمر لسادومبا وبالتالي سادومبا بسهولة يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. هلال يتقدم على النيل بهذا الهدف. الشباك استحصت ل 25 دقيقة وتم الوصول إليها الآن من اللاعب سادومبا. الهلال بهذه النهج قلت الخطوره ولكن بشة يطير على الكره جول جول. الهدف الثاني الهدف الثاني من العكسيه من بشة صايد الكراب في بالراسيات وقائد الفرقه الهلاليه يسجل براسه من كره معكوسه. كنت اتحدث عن حمايه للمرمى بطريقه مميزه لمدافعي النيل ولاعبي الوسط ولكن بشة اصطاد كرة عكسية وضعها في المرمى. هدف ثاني لصالح فريق الهلال في الدقيقة 30. شوف العكسية وشوف الارتقاء ولعب الكرة في الزاوية اليمنى. هدف ثاني لصالح فريق الهلال من اللاعب بشة وبشة واحد من الرياضيين بيقود المبادرات في كل المنظمات. يسجل في الدقيقة 45 هدف رابع لصالح فريق الهلال. الكرة العرضية من بشة